الاتحاد يتصدر عنده 60 نقطة، الهلال ثانيا ب 49 نقطة، له مؤجلتين. النصر 48 مركز ثالث، الشباب 47 مركز الرابع، بعدين جينا ضمك ومركز رائع الخامس، أبها، الفتح، الفيحاء المركز الثامن ب 30 نقطة، بعدين جينا الرائد، الأهلي، الفيصلي، والطائي 29 28 28 27، وآخر أربعة هن التعاون والباطن والاتفاق والحزم. أبدأ معك عمار، الرابح الأكبر اخترنا الاتحاد أكيد مصطفى، ثلاث نقاط صحيح من الحزم اللي هو الأخير، بس كانت مباراة صعبة، أحلى مباراة يمكن بالدوري، أحلى مباراة كانت في المرحلة في الجولة، وكل النقط اللي عم ياخذها الاتحاد مصطفى هلأ كل ما عم تقربوا على نقاط كؤوس كل خلص. طيب أبو سلطان، الخاسر الأكبر اخترنا الاتفاق. صحيح أبو كرم، يعني أعتقد ترتيب فريق الاتفاق اليوم غير مقنع اطلاقا، ولا يليق بفريق كبير زي الاتفاق. طيب خليني معك، اخترنا مدرب الجوله مدرب الفيصلي مارينوس اوزنيديس. يستاهل، يعني ثلاث جولات بدون هزيمه، وتو يعني حديث عن الفريق، استطاع ان يعيد ولو شيء جزء بسيط من الفيصلي اللي عرفناه السنوات الماضيه، واعتقد انه يستاهل انه يكون مدرب الجوله. عمار، مصطفى مدرب اثبت وجوده خلال الفتره وعنده الاسيويه، بس انا كمان بصمت دياز على الهلال، والطريقه اللي عم يقدم فيها الفريق والهي يعني فعلا اكثر من رائعه. بس الشغله بدي اضيفها على الاتفاق مصطفى، مش انه بس الخاسر الاكبر بالنقط، انه خلال ثلاث مباريات الاخيره خمس حالات طرد للاعبين، يعني انت عم تحكي على مش عم تخسر بس النقط، عم تخسر لعيبه مهمين. امين يونس، بس بتعرف احنا بنحكي جوله جوله، يعني ما دخلنا بلا بس انه تخيل الاتفاق انه كل اخر ثلاث جولات، الجوله الماضيه امين يونس، اللي قبل ثلاث لعيبه، اللي قبل لاعب، يعني ما بس عم يخسروا في النقاط الاتفاق، انا برايي الاتفاق وضعه صعب جدا. طيب في الدوري ابو سلطان، رجل المرحله اعتبرناه إيجالو لاعب الزعيم. أكيد، يعني سجل ثلاثة أهداف في شوط واحد من أربعة، وعلى فريق كبير، يعني مهما وصل إلى حالة اللي هو الأهلي يظل فريق كبير وله قيمته، أعتقد أنه يستاهل. يعني هو المميز رغم أنه فيه هدافين كثر وعلى رأسهم حمد الله في هالجولة، ولكن أعتقد أنه اختيار موفق. طيب عمار، قروهي حارس الجولة. أكيد مصطفى، أبقى الاتحاد، شفنا هنا احنا الهجمة اللي فرجناها أستاذ حيدر للحزم، كانت نتيجة 1-0، أبقى الاتحاد، كان مصطفى ملائكة كمان، كان مميز، فلاديمير من الفيحاء بس خسروا كمان، كان مميز، 9 صدات، بس جروهي أنا برأيت هي الـ 11 كلين شيت عنده في الموسم، حارس يعني سبب رئيسي من أسباب إذا فاز الاتحاد في الدوري. أبو سلطان، الشباب خارج المنافسة على اللقب هالموسم ولا كيف مع شاموسكا؟ لسه عنده المنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين. صحيح، لكن الدوري أعتقد أنه انحصر بين الهلال والاتحاد، يعني الاتحاد أعطيه 70% إلى 75%، 25% إلى 30% للهلال. الشباب صحيح هيقابل الهلال لكن في الكأس الملك، لكن عنده فرصة رغم أنها صعبة. الهلال فريق اليوم قوي ومتماسك، وعنده لاعبين مميزين محليين وأجانب.